امام عاشور. امام عاشور انا فاكره لما كان في المحله وفاكره لما راح حرس الحدود ولما رجع الزمالك. موضوع مهم جدا جدا جدا، الاعداد النفسي والاعداد الذهني للاعب لازم برضو يكون في عمليه اتزان مهم جدا 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 للاعبين في الوقت دول، وليس الدكتور النفساني. خدت بالك؟ ليس الدكتور النفساني، لا، الاعداد الذهني والاعداد النفسي ليه، انما هو برضو لاعب برضو متحرك، يعمل لك 8 بيعملها كويس جدا. صح صح، يعمل مركز 8 يعمله صح. كويس جدا صح. يعني طيب امام عاشور صفقه ناجحه للنادي الاهلي؟ اه فكرت؟ لا فكرت، عارف ليه؟ ليه؟ لان هيمشي تبع منظومه ما فيهاش كيل وقال. ها كيل وقال هيبقى يعني ممكن ياخد 5 ل 10 اللي هو المجري اللي بيطلع ده اللي بيروح المنيا. يعني لو تقصد لو تجاوز او حصل او خرج عن النص، ما هو ده الوضع. تحس حتى كل لاعب بيجي لك يبقى منتمي بحاجه معينه. صحيح، خدت بالك؟ فهي انت برضو النادي المصري مستر كامل تفكير بالنسبه له اوروبي، عاوز يعمل النظام ده. عاوز يزرع هذا النظام في اللاعبين الصغيرين من تحت، لان خلي بالك انا لما اشتغلت في قطاع الناشئين ده 3 سنين عندي لاعيبه موهوبه جدا جدا، خلي بالك، بس السنه اللي فاتت اتاخد مني قطاع البراعم عادي، لان كنت حافظ اللعيبه دي ومربيها وكنت بطلعهم دورات او الكلام ده، فاتخذ مني مجموعه وكان ابني بيساعدني، حتى اتطلب مني اللي هو مثلا يبقى مش موجود السنه اللي فاتت والكلام ده، وحتى السنه دي انا غير مستر كامل قبل ما يكلمني ما كانش يعرف انا تم اختاري او كان هيتم سوف يتم اختاري في شهر 4 بان عقدي ينتهي بنهايه موسم اللي هو بتاع الناشئين. فسبحان الله محدش عارف الارزاق بتجي لك منين. صح، حاجتين طيب في الحياه، الرزق والموت. محدش عارف يعني، ده حاجه طبعًا بتاعت ربنا. طبعًا الحمد لله، كل حاجه بتاعت ربنا. الحمد لله الحمد لله على كل شيء.